الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصولنا لهذا اليوم ما كان مباراه، تكاتف الجهاز الاداري والفني، تكاتف الجمهور مع اللعيبه باصرارهم وقتاليتهم في ارضيه الملعب. الحمد لله الله وفقنا في هالبطوله هاي، ولكن ان شاء الله نحن نوعد الجمهور ان العين عنده كثير انه يقدمه في الموسم المقبل. اوكي طلع العين بالصوره اللي نحن كنا نطمح لها، لكن ما وصل لشيء اللي احنا قبل انه هو يطلع العين الجمهور يعرف عن نادي العين، لكن ان شاء الله نوعده من الموسم المقبل راح يكون افضل عن الموسم. من اهم نجاح الفريق في الموسم المقبل استمرار الجهاز الفني، استمرار اللعيبه الاجانب او كل لعيبه اجانب ومستوى فريق نادي العين للمشاركه طبعا في دوري ابطال اسيا في الموسم المقبل. ما في شك يعني اي عمل نجاح لابد يكون فيه استقرار اداري واستقرار فني واستقرار بالنسبه للعيبه كذلك سواء المواطنين او اجانب. نحن راح نقعد مع الاخوان بعد هاليوم هذا لتقييم الفريق خلال هالموسم هذا، تقييم اللعيبه المواطنين كذلك الاجانب مدى حاجه الفريق سواء لعيبه اجانب او لعيبه مواطنين، فاكر طبعا يرجع للمدرب هو اللي يقرر في هذا الشيء. مشكورين يعطيكم العافيه. شيخ قبل ما نختم اللقاء بس سؤال، اولا طمن الناس على صحتك. والله الحمد لله دام انه الويوه هاي وابتسامه موجوده في ارضيه الملعب انا بخير. طيب اعدادات العين الموسم القادم بدات؟ هي ما في شك بدات من بعد مباراه دبي. من في اخبار طلعت عن اجانب، عن اسماء جديده جايه العين، تقدر تنفي انه وجود او يعني قدوم هؤلاء اللاعبين من عدمه؟ هذا الشيء بيد المدرب، نحن عندنا قاعده بعد اليوم هذا مع المدرب على اساس تقييم اللعيبه المواطنين، تقييم اللعيبه الاجانب. هذا السؤال لو تسأل المدرب هو اللي راح يكون له الرد الشافي والوافي. سمعنا عن عادل تعرابت. الله يوفقه ان شاء الله في نادي، اتمنى له كل التوفيق. يعطيك العافيه محمد، شكرا لك الحمد لله على السلامه. كان هذا حديث الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد عن مستقبل فريق العين. عوده اليك وسام في الاستوديو.